سلام، حابب يكون عندي في القناة. أنا أيوب أحدد، عمري 21 عام. قررت ندير هذه القناة هذه بعد 4 سنين ديال التفكير. 4 سنين وأنا كنفكر أنا ندير قناة. قررت اليوم ندير هذه القناة هذه باش نعرف على شنو غندير في القناة، يعني كتعريف، يعني كمقدمة، يعني القناة. القناة غتكون يعني نبدا ندخل في الموضوع ديالها ديريكت. يعني القناة غتكون كتمثلني أنا، داكشي علاش سميتي يعني الأمور اللي كتعجبني، الرأي ديالي في موضوع، يعني أي حاجة أنا نقدر نديرها في القناة من غير شي أمور اللي تكون ما كت يعني ما مكيعجبنيش نهضر عليها، يعني أمور سلبية بزاف، اخبار، داك الشيء ما يعنيش معاه انايا. يعني امور غادي تكون مركزه على الامور الترفيهيه بزاف، يعني تحديات وامور اللي غادي ومعلومات معلومات غيكون بطريقه ترفيهيه، يعني كنعطيك معلومه ولكن في نفس الوقت بطريقه ترفيهيه. ودي فلوغ هما ماشي المركز عليهم، ولكن فلوغ يكونوا مره فاش يعني مشيت شي بلاصه، يعني اول مره كنمشي ليها، تجربه اول مره كنديرها، يعني شي بلاصة غنمشي لها. يقدر يكون فيديو فيه معلومات وهو فلوق، يقدر يكون فيديو فيه هو تحديات وهو فلوق، يعني مهم هاد جوج هادو ديال تحديات ومعلومات ان شاء الله غادي يكون هما لي اساس ديال هاد القناة هادي، حيت الامور اللي كتعجبني انا. القناة غادي يعني غادي تكون يعني كما قلت لكم الامور اللي كتعجبني نشاركها معاكم، يعني مش شخص شي واحد كيعجبو داكشي اللي كندير باش يبقى يعجبو ديما، يعني ما يكونش كندير شي حاجة اللي انا ما كتعجبنيش وكنهضر عليها مثلا او كنديرها وهي ما كتعجبنيش غير باش نشوف ان بزاف الناس كيهضروا عليها، صافي غنوض نديرها انا، حيت ما كتعجبنيش يعني ما غنديرهاش، حيت اللي درت داكشي وانا تبعت مثلا واحد كيهضر على شي حاجة وانا ما زعما ما يعني ما فيهاش مبادئ واخلاق وديك الامور هذه ما كايناش، يعني ما نقدرش نهضر عليها حيت ماشي انا هو هذاك، علاش نسميها كما قلت لكم نسميها بالقناه ديالي، يعني غتكون كتمثلني انايا كايوب احد يعني. كنظن انني شرحت واخا درت بالسربه، حيت اول مره شي اول مره كنحل الكاميرا وكنهضر، ولكن هذا الفيديو هذا كنظن غيكون هو الفيديو الزوين اللي نقدر نلوحو، حيت كل مره كنصور شي فيديو كما قلت لك في الاول 4 سنين وانا كنصور، كل ما كنصور شي فيديو نبقى نقول كيفاش كنبان، ماشي تليق، خصني نكون كاميرا مقاده، خصني ما نعرف شنو كيقول لي راسي، ولكن لقيت راسي ان مافو، يعني غنلوح داك الفيديو، يعني كل مره قلت غنلوح الفيديو هذا، داكشي علاش قررت انني ندير هذا الفيديو ديال تقديم بالقناة، يعني باش اول حاجة نطلق قدام الكاميرا ومن نستريساش، يعني دابا كيما كنشوف ستريس خوكم عرق راه قدام الكاميرا. يا كنظن انني شرحت القناة، شرحت شنو غيكون في القناة يعني، شكرا على المشاهدة و تلقوا الفيديوهات الجاية إن شاء الله، اللي غادي تكون إن شاء الله فيديوهات بشكل إن شاء الله يكونوا فيديوهات يديروا كما تنقولوا حنايا بوم، يعني يديروا شي حاجة بشكل هنا في اليوتيوب المغربي. و شكرا على المشاهدة مرة أخرى، واللي بغيتو تعرفوا عليا أكثر أو تابعوني أكثر وتعرفوني وقتاش غنلوح الفيديو الجاي وعلاش يهضر، ولا تعطوني أفكار نقدر نلوح، ولا شنو يعجبكم يكون في القناة، شي حوايج أمور اللي يقدر تعجبني أنايا يعني، وأنا ما عرفتش واش تعجبكم ولا ما تعجبكمش، يعني تعرفوا عليا أكثر يعني بالمصطلح هذا، يعني خصكم في تقدروا تتابعوني في الانستغرام، يعني الانستغرام ديالي غادي تلقاو دابا في الشاشة أو غتلقاو تحت في الديسكريبشن. شكرا للمشاهدة، كان معكم أيوب. سلام، بيس.